من نجيفي قدم دعما واضحا لمشروع إقليم صلاح الدين من خلال تأكيده دستورية الطلب في مؤتمر عقده داخل مجلس النواب مع ممثلي محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار ونينوى وكركوك. المؤتمر الذي كاد أن يحمل عنوان الشكوى تحول إلى عرض مفصل للأسباب التي يرى المتحدثون هنا أنها كافية لإعلان الإقليم والتي كان على رأسها التهميش والاعتقالات. الوزير محسوب على مكون السني، ولكن 5 معاونين لرئاسة أركان الجيش ما بهم ولا واحد من مناطقنا ولا نعرفهم. ثانيا 15 فرقة ما بينا ولا قائد فرقة. 55 لواء ما بينا ولا آمر لواء من محافظة صلاح الدين. أفواج 200 فوج ما عندنا ولا آمر فوج فيها حتى مستوى آمر فوج. نحن نبشر الأخوان ذاهبون إلى أقليم بمعنى الكلمة، رئيس ونواب ورئاسة وزراء، وليعجبه يعجبه والما يعجبه رأسه بالحائط. ما قدم من طلب من محافظ صلاح الدين هو طلب دستوري، ولا يحق لأي جهة حكومية في رئاسة الوزراء أو في البرلمان أو في أي جهة أن تعترض على هذا الموضوع، بل تنفذ المواد 117 إلى 120 بالكامل. البعثيون كانوا سببا كما يبدو لإعلان إقليم صلاح الدين، فأعضاء في مجلس المحافظة ووجهاء العشائر اشتكوا مما وصفوه بظلم الإجراءات التي تقع على نسبة 60% التي يمثلها البعثيون من أهالي المحافظة، بينما طلب وجهاء المحافظات الأخرى بأن تتم معاملة بعثييهم كما يعامل بعثيو الجنوب والشمال. احنا في صلاح الدين نرجو يعني أن تأخذون بنظر الاعتبار لنا خصوصية، يعني في صلاح الدين البعثيين ومشتقاتهم إن كان عوائلهم وأقربائهم وأولادهم وهم مو أقل من 60% في المحافظة. في كردستان كافة أعضاء الحزب الفروع والشعب والفرق وسمي ما شئت صدر لهم عفو خاص ومصالحة حقيقية، وانتهى كل من قعد بقاعه وانطلقوا من مشروع وطني واحد. في الجنوب معظمهم أخذوا تزكية من السيد أو من فلان أو من كذا، وأيضا قعدوا يمارسون عملهم في كل المكانات. الشغل اللي قاعد تصير على نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالة. ويبدو أن عدوى الحماس لإنشاء الأقاليم اتجهت نحو محافظات أخرى غير صلاح الدين، فديالة أكدت أنها تتجه نحو الشيء نفسه مشتكية من عدم وصول المخصصات المالية للمحافظة ونقص صلاحيات حكومتها. محافظة ديالة منذ 2005 ولحد الآن لم تتسلم من ميزانية الدولة إلا سنة 2010 125 مليار، و2011 119. المفروض كان السنة مخصصة وصلنا 240. صدر كتاب من وزارة التخطيط ووزارة المالية بإعادة الميزانية إلى 178. توجد 462 مليار منذ 2006-2008 إلى خزينة الدولة لم تعاد. صلاح الدين أضافت إلى مبررات الاعتقال والتهميش مبررات أخرى، منها مسألة الصلاحيات الناقصة ومسألة التغيير الديمغرافي في محيط العتبة العسكرية في سامراء ومشاكل ملكيتها. لكن في الوقت الذي بدأ فيه الحاضرون متحدين بشأن قيام الأقاليم، يحذر مراقبون من كون التصفيق الحار هذا لا يكفي لوحده لإقامة إقليم ومن ثم إدارته بنجاح في محافظات يقول مسؤولوها إنها فقيرة نسبيا ويمتهن أغلب أفرادها الزراعة أو العسكرية.